اكثر من موضوع راح نناقشه مع اخونا محمد رضا معرفي. ابو جاسم صبحك الله بالخير. بدايه للاتحاد الكويتي لكره الطائره وقف لاعبكم، واليوم وصلوا لي كتاب انه هو حدد نوع الايقاف انه مع المنتخب مو مع الدوري، او مو مع النادي عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، صبح عليكم بالخير جميعا. صبحك الله بالنور. طبعا اللي حصل مع الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة هو يعني حلقة جديدة في مسلسل التخبطات يعني الاتحادات الرياضية بالكويت، واللي يعني دائما في هناك عنصر ثابت في هذه التخبطات انه دائما ما تأتي على نادي القادسية. امس كانت عندنا مباراة مع نادي الشباب، وقبل المباراة بساعات جانا يعني كتاب من الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة يعني من سطرين انه تم ايقاف اللاعب فلان الفلاني اللي هو اللاعب راشد صالح. نعم. اعتبارا من تاريخه، وذلك لتجاهله الامور الادارية المتعلقة بالمنتخب الوطني فقط، بس بكل بهالجملة، لا في تفصيل، لا استنادا على اي مادة اي لائحة، الايقاف بشنو سببه، ما في اي شيء. طبعا هذا الكتاب وصلنا قبل مباراتنا ساعات يعني. طبعا يعني لك ان تتخيل ان نفسيه اللاعب شنو صارت، نفسيه الفريق، ان اللاعب امس متمرن معاهم، انه اساسي مع الفريق، فجاه ان انت خارج التشكيله بسبب ايقاف. طبعا التبرير اللي جاي بشكل شفوي من الاتحاد خلال المباراه انه امور لها علاقه بالبوردنج للاعب خلال مشاركته مع المنتخب والمعسكر بشهر 9 يعني. فامر جدا قديم، والكتاب ما كان واضح. وخلال يعني قبل المباراه بدقائق قالوا له ترى عادي ممكن انه يشارك اللاعب، مع العلم ان احنا دزينا لهم كتاب رسمي طلبنا فيه ان سبب الايقاف استنادا على اي ماده، مده الايقاف، ما يانا رد. المضحك المبكي سعود ان اليوم يجينا رد، طبعا اللاعب ما شارك في المباراه. نعم. اليوم يجينا رد ان يعني الايقاف اللي على اللاعب ترى ايقاف بالمنتخب مو بالمشاركات المحليه يعني. اليوم بعد المباراه بيوم يعني، عقب ما شاركنا اللاعب. يقول حي الميدو يا فيعني وانا هنا انا اوجه لا لا بس 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 لحظه ابو جاسم، هل متاكد ان الموضوع يتعلق في شهر 9؟ يعني هل الاتحاد قعد 4 اشهر بعدين اي 4 اشهر بعدين اكتشف ان في يعني في خلل اداري من اللاعب بعد 4 اشهر؟ اي بامور المعسكر اللي طلع معاهم فتره المنتخب، اذا تذكرون مشاركه المنتخب. إيه اوكي، ما يعني 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 من شهر 9 اداري، من شهر 9 شهر 1 يعرفون ان في مشكله مع اللاعب يعني. لا لا طبعا يعني اتحاد الطائره حدث ولا حرج، الكل قاعد يشوف التخبطات اللي فيه. وانا هني انا اوجه كلامي بشكل مباشر للاخ فوز المعتوب، ايش قاعد تسوي؟ يعني امس يتصلون فينا الاخوان في بعض اعضاء مجلس الاداره في اتحاد الكويتي لكره الطائره انه ما عليه، ويعني يعني طوفوا لنا اياها، ترى الرجل يعني تصرف بشكل فردي وبروحه بلحظتها ارتجل وكتب الكتاب ودز. لان لو تشوف الكتاب عزيز، كتاب مضحك من سطرين يعني، كتاب من سطرين يعني مبين لا مستند على ماده ولا مراجع مع قانونيين. واليوم عقب يعني 24 ساعه الظاهر الوقت اللي خذوه على ما يحاول يلقى له حجه يعني يطلع فيها، يقول انه والله الايقاف بسبب امور اداريه، وهذا ايقاف عن المنتخب وليس عن المشاركات المحليه. طيب والمباراه اللي راحت علي امس؟ ولو انا مشاركه امس وتجيني عقوبه؟ اتحاد قاعد يتخبط ارتجال يعني بلحظتها وقرار لحظي. سلام. غير المقبول ان تتعامل مع نادي القادسيه بهذه الطريقه. نعم ابو جاسم، بس الاخ فوز المعتوق لتاريخه كلاعب ونقدره ونحترمه. طيب ابو جاسم اليوم محمد امام نادي القادسيه، اوكي اخوي محمد، تحسب حساب لكل كتاب تدزه لنادي القادسيه، تراجعه بدل المره 1000. اوكي اخوي محمد، الدكتور جاسم الويدي حاب بس يوجه لك سؤال. مساك الله بخير ابو جاسم. الله
بالخيرات يا هلا اخوي. انا اتفق معك بس في جزئيه بس ودي استفسر منها منك، يعني هل الاتحاد زودكم بدايه الموسم باللائحه مالت الاتحاد؟ طبعا طبعا هو اكيد مزودنا باللائحه، او احنا بكتابنا، يعني انا ما ابي اطول الموضوع لكن بردنا احنا على على كتابهم اللي امس استندنا عليه على اللائحه وعلى على على انت شنو قصدك شنو بتوصل؟ انا بوصل له اذا كان مو مزودينهم فيكون بجاسم، يعني اتفق مع كلامه. اذا كانوا مزودينهم اتفق مع ابو جاسم ان انت لابد ان انت توضح بالايقاف سبب الايقاف، هذا اول شيء. شيء ثاني اذا كان مع يعني سوى مشكله مع المنتخب، واحنا كنا لاعبين منتخب، كنا المفترض ان يوقفونا بالمنتخب، وقفنا لعبه منتخب، وقفنا لعبتين منتخب، بس ما وقفنا بالنادي. يعني انا يمكن صارت وياي شهر 9 هذا الكلام، وناهيك ناهيك ان هذا الامر صار له اشهر. عشان اوضح موضوع اللائحه، طبعا لائحه المسابقات هم مزودينا فيها، واحنا راجعنا لائحه المسابقات وما في اي بند في لائحه المسابقات يخول له ايقاف اداري بهذا الشكل، يعني طيب. مصطلح غريب بكتابه. أوكي. هو بكتابه لليوم قاعد اللي قاعد يحاول يعني يبرر، قاعد يحاول يبرر عمله. نعم. استند على لائحه لجنه التدريب والمنتخبات الوطنيه، وهذه لائحه ما زودنا فيها اصلا، يعني ما ادري اذا اصلا موجوده بالاتحاد ولا موجوده، لائحه قديمه استند عليها، فتح الادراج شوف اللي قال له لائحه اللي قال له مخرج تخريجه بهذا الشكل. طيب شلون ما توضح بكتابك انت بالايقاف من امس ان هذا الايقاف بس في المنتخب، مو انا لما يجي كتاب هالشكل اكيد راح افهم انه هو ايقاف عن المسابقات المحليه. طيب انت اتهمت كل الاتحادات ابو جاسم، ما ترى يمكن بس الطائره ويمكن اذا القدم نقول شويه بس. لا لا انت قصه كل الاتحادات قاعد تحارب القادسيه. خل اعطيك بعد سالفه اتحاد كره السله، يعني طبعا عندنا لاعبنا ولاعب المنتخب الكابتن صالح يوسف، نعم، اصيب خلال الفتره اللي فاتت، ومثل ما انتم عارفين ان هناك اتفاقيه بين اللجنه الاولمبيه الكويتيه واسبيتار في قطر، نعم، لعلاج اللاعبين الكويتيين. نعم. طبعا الكابتن صالح راح بكونه لاعب منتخب، راح لعضو مجلس اداره اعتقد امين السر في اتحاد السله، وطلب منه ان انا كوني لاعب منتخب فانا اطلب منكم كتاب بحيث اني اروح اتعالج في اسبيتار بناء على الاتفاقيه اللي بين اللجنه الاولمبيه الكويتيه واسبيتار. يقول له بشفوي، يعني يقول له انت يعني هذا الموضوع راح ياخذ وقت ويطول، ليش ما تروح حق الاخ ابو محمد خالد الغانم هو يدزك يعالج. اوف. طبعا هذا هو شيء ما هو غريب على الاخ خالد الغانم ان مساعدته للاعبين، وهذا شيء يشكر عليه يعني. ولكن انا اتكلم الان، انت مسؤول في الاتحاد الكويتي لكره السله، ويجيك لاعبك لاعب المنتخب ويقول لك بناء على اتفاقيه بين اللجنه الاولمبيه الكويتيه وبين اسبيتار في قطر لانه يذهب للعلاج، تقول له ترى الموضوع يطول وكتب روح حق ابو محمد خالد الغانم يعالجك. اولا وهذا يعني الكلام هذا رد الكابتن صالح على عضو مجلس الاداره بان ناديه مو عيزان عني، واحنا مو عيزانين عن لاعبيننا، ولكن اليوم في يعني خلينا نقول اتفاقيه وخدمه تقدمها اللجنه الاولمبيه الكويتيه من المفترض انها لكل اللاعبين الكويتيين دون استثناء، وهي لاعب منتخب ومصاب وطلب هذه الخدمة انه يروح ويتعالج بدون اي يعني اي طلب من اي شخص، هذا حقه، وهذه ما فيها منه من اتحاد كرة السلة، هذا واجب عليك ان انت تسوي الكتاب وتخلي اللاعب يروح يتعالج بناء على الاتفاقية. وانا الان اوجه هذا السؤال للاخوان في اللجنة الاولمبية الكويتية، هل الاتفاقية هذه حكر على ناس وناس، مع العلم ان احنا ندري ان احنا عندنا في لاعبين في نادينا دزيناهم عن طريق اللجنه الاولمبيه الكويتيه مشكورين، ولكن باي حق عضو مجلس اداره في اتحاد كره السله ويحد اللاعب انه روح لشخصيه ولا روح لفلان ولا لفلان؟ ما فيها منه، هذا واجب الاتحاد، احنا مو قاعد نطلب شيء زياده، الناس طيب. قاعد تطالب بحقوقها طيب. ما لها داعي تدزونها على شخصيات ونعم فيهم كلهم. والله طولنا دقيقه، واحنا عايزين على لاعبيننا. طيب اخونا محمد العدواني حاب يوجه سؤال، تفضل ابو جاسم. صباحك الله بالخير. صباح
صباحك الله بالخير. تدري ليش يعاملونكم كذي؟ نعم. لأنكم أنتم سبب الإيقاف. نادي القادسية سبب الإيقاف الرياضة الكويتية. نعم. نعم هذه من التهم المعلّف اللي خلال السنوات فاتت يتوقع الآن. لا بعد ما ياكم شيء من ما ياكم شيء من التهم المغلفة للحين. تو الناس. القادم القادم راح يكون أسوأ لكم. اعتدنا على هذا النوع من الاتهامات المعلبة. طيب. واليوم أنا بس يعني رسالة لكل المنتخبين ولجمهور نادي القادسية اللي يعني الأقاويل اللي كانت تردد وكان فيها شك بأن القادسية محارب وأن القادسية يتم عرقلته، أتوقع اليوم أصبحت واضحة على اكثر من صعيد، مو في اتحاد واحد، مو في اثنين، مو في ثلاثه. طيب الامور واضحه، واتوقع الدكتور يمك ايضا كان شهد على مرحله من هذه المراحل، ولكن هم اليوم اللي معورهم شيء واحد، ان اليوم ولله الحمد ان كل القداويه على قلب واحد، جمهور، اداره، لاعبين، كل القتاوية وكل الشخصيات القتاوية وأعضاء جمعية عمومية وغيره كلهم اليوم على قلب واحد وقاعد طيب. يتعاونون مع بعض ويدهموا بيد بعض. طيب. وهذا معورهم. هذه بجاسم أخيرا في شيء جديد بخصوص عقد خالد الرشيدي؟ هل تم تجديده؟ هل تم اتفاق على تجديد عقد خالد؟ أمور التعاقدات مع لاعبينا كلها قاعد تمشي يعني بشكل يعني سليم وسلس إن شاء الله، والقادسية ما يخلي لاعب. طيب